كيف حالكم أصدقائي متابعين قناتي عالم العملات الرقمية؟ أهلا وسهلا فيكم، بتشرف بوجودكم على فريقي على التليجرام. الحقيقة شباب، فريق التليجرام مختص لتحقيق الصفقات والأهداف بدقة، وبتمنى تشاركونا على قناة التليجرام. أي شخص راح يتم خسارته على التليجرام الصفقات راح يتم استرجاع اشتراكه فورا. اليوم حديثنا عن قنبلة الموسم، عملت زيليكا رمزة زد اي ال وعملت هورد. الحقيقة يا شباب هالعملتين نار. فريقنا على التليجرام كتير بيعمل صفقات بهالعملتين بالتحديد، كتير بنصح فيهم للمضاربة اليومية. دخلنا كتير صفقات حلوة وحققنا ارباح كبيرة. اصدقائي، عملت زيليكا بعد ما وصل سعرها ل 25 سنت بدأت تنزل لحد 5 سنت، احتمال تكون اي اخر منطقة دعم لإله، واكيد لما تحاول تعاود الارتفاع وراح يتم اختراق منطقة المقاومة الاخيرة. لو كسرنا 5 سنت راح ننزل ل 3 سنت، بس طبعا هذا الشيء يا شباب انا ما بتوقعه، لانه عملة نار. كانت ماشية بترند صاعد بس هبطت بسبب الاخبار. طبعا مناطق الدعم لهي العملة بحال ارتفاع 9 سنت او 15 سنت، عملة جيدة للمستثمرين. هاي كتير العملة بعمل عليها صفقات اصدقائي، هاي مو نصيحة استثمارية، هذا طبعا رأيي الشخصي. وعملة هوت اصدقائي بعد اخر موجة هبوط وصل سعرها للأربعة سنت وبلش السعر يعكس، لكن حاليا سعرها 6 سنت. عملت هوت من أكبر العملات اللي كان فيها هبوط بشهر نيسان. أهم مناطق الدعم حاليا لهي العملة 0.05 و0.04، وأهم المقاومات 0.09 وبعدها 1 سنت، 1.5 سنت، و3 سنت، وممكن 20 سنت. وبعد موجة الهبوط اللي صارت بهاي العملة، وانا بتوقعي موجة الهبوط اكتملت، وان شاء الله العملة راح تبدأ بموجة الصعود. طبعا هذا الشيء اذا ما ظهر اي اخبار معاكسة للبيتكوين وسبب هبوطه. طبعا كنا بنتمنى العملات الرقمية تستكمل موجة الصعود اللي بلشت فيها من 2017، وهيك بكون ذكرنا اهم مناطق الدعم والمقاومة لعملة زيليكا ولعملة هوك. وهيك طبعا اصدقائي بكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تنضموا لنا على فريقنا التليجرام ورابط القناة بأسفل الفيديو، ولا تنسى تعمل مشاركة وفعل زر الجرس، وإلى اللقاء في فيديو آخر. طبعا ندعم الفيديو ل 500 لايك طبعا إذا عجبك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.